مين فينا ما بيحبش ألعاب البابلز؟ أعتقد ولاد، أطفال، صغيرين، كبار، كلنا بنحب ألعاب البابلز. النهاردة بينجو جايبنا لعبة بابلز إن بابلز أو بابلز جوه البابلز. دي عبارة عن بابلز كبيرة جدا وجواها بابلز صغيرة وكتيرة. هتعمل ايه بقى؟ البابلز دي طبعا يعني لعبه مريحه جدا، هتساعدنا ان احنا نملى وقت الفراغ بتاعنا، هتخلي اطفالنا السعداء ويحسوا بالمرح والمنافسه. المجموعه اللي معايا هنا، معانا طبق ومعانا الجهاز بتاع البابلز ومعانا ازازه للسائل. لعبه بابلز ان بابلز عايزه ااكد انها لعبه امنه جدا 100% على الاطفال، وسائل البابلز امن جدا على البشره وعلى صحه الاطفال، وخالي من اي مواد كيميائيه وعليه علامه الجوده اللي هي EN71. يعني واحنا بنشتري اللعبه لازم نتاكد ان عليها علامه الجوده دي. ممكن كمان نتصل بالخط الساخن 19858 من بينجو، وكمان تقدروا ان احنا نشتري اللعبه من اي مكان فيها الالعاب بتاعتنا. زوروا موقع bingo.toys، الالعاب هتوصل لكم لحد البيت في اي مكان في مصر. طبعا في كمان مميزات للعبه، عايزه اقول مميزات اللعبه، قلنا واكدنا انها لعبه امنه 100% على بشره الاطفال وصحتهم. كمان نقدر نقول ان اللعبه بتنمي قدره الاطفال على التواصل، بتساعد الاطفال على اللعب والنشاط، بتنسق بين حركه الايد والعين عند الطفل، بتوسع كمان خيال الاطفال، بتمرن حركه ومرونه ايد الاطفال. طبعا بتنشر السعاده عند الاطفال وعند الكبار، لان كلنا وانا اول واحده من الناس اللي بحب قوي 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 لعبه البابلز. قلنا بقى لعبه البابلز عباره عن بابلز كبيره وجواها بابلز صغيره، وادي الجهاز اهو، والمفروض ان الجهاز هنا بيتحط فيه بطاريه علشان يشغل المروحه. بنحط في الوعاء ده السائل، وبنحط الطياره او المروحه جوه السائل كده، ومنطيرها ونعمل البابلز. استنى تعالي نعمل، نحاول نعمل البابلز جوه البابلز. اهو 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 اهو. مين يقدر يعملها؟ مين يعرف يعمل؟ تعرف؟ تعرف يا ملك؟ استنى استنى. طيب يلا تاني، انا هعملها اخر مره. ادي اهو، نعرف نعملها طبعا في البيت، في الجنينه، في النادي، في اي حته. تعالى يا ملك، تعرف تعملها؟ تعملي تقدر تعملي بابلز جوه البابلز؟ يعني عايزه بابلز كبيره جواها بابلز صغيره. لا، شغلها قبل ما تهزها، اعملها تاني في الميه. ايوه كده، وبعدين شغلها، شغلها. ايوه بابلز جوه البابلز. شايفين البابلز جوه البابلز عامله ازاي؟ الله، لطيفة خالص. يلا بقى مين يلعب؟ يلا ورينا بقى يا مالك هتلعب ازاي. تعرف تجيب بابلز جوه البابلز؟ عايزة بابلز كبيرة وجواها بابلز صغيرة. برافو، حلوة خالص. ودي كانت لعبتنا من بينجو اللي جايبها لنا، بابلز جواها بابلز صغيرة. ودلوقتي هنوزع بقى اللعبه على المتسابقين الفايزين بتوعنا، البنانيت، وعلى كمان ادي خد يا مالك وخد يا مهدي. ويلا بقى نلعب، البنات ما لعبوش. يلا يلا، مين هيلعب؟ وريني بابلز جوه البابلز. يلا ايوه، هزيها بقى. ايوه. الله 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 على الجمال. اعتقد انها لعبه جميله جدا وممتعه جدا جدا، وتقدروا تلعبوا بيها في كل اماكن، جنينه، نادي، في البيت، في البلكونه، في اي حته. اللعبه بابلز ان بابلز. ثانك يو البنجو، نقول ثانك يو كلنا البنجو. ويلا بينا نروح نشوف فقره تانية من فقراتنا. يلا بينا بسرعه. يلا يلا.